الامكانيات النضالية والصمود. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الممرضون، ممرضات، كوين سنتين. ها نحن اليوم نلتئم مرة أخرى لمطالبة الوزارة بتسويق ملكنا، اللي هو ملك ديال الترقية الاستثنائية. كنا نناضل وفعلا الوزارة على لسان الوزير الأول اللي هو التكالي وخلفه اللي هو خالف قيس الطالب، وعدونا بترقية استثنائية. ومرة أخرى لدغنا مرة أخرى من هذه الوزارة هذه. ومن حتى النقابات، المشكلة أن النقابات حتى هي لها يد متواطئة في هذه القضية. لأنه علاش غادي نقول على السواطئات؟ ملي كنسولوهم كنقول لهم سوية كيفاش؟ كيقول لنا ما عرفناش. حتى واحد ما بغى يعطينا وبأساليبنا. عامين بالنسبة باش نقول باش نشرح للاخوان انه راه عامين بالنسبه للكراد وعامين حلينا المشكل. لانه هناك الاخوه ديالنا رحيلوا على التقاعد، تعطات لهم عامين ما غاديش يطلعوا، واخرون مقبلون هذه السنه والسنه الماليه. لهذا نحن مستعدون ان شاء الله كتنسيقيه وطنيه لممرضين وممرضات ذوي تكوين سنتين انه نناضل وسنصعد ديرو اعتصامات لا سواء على مستوى المندوبيات او على مستوى الوطني. اسمعي يا برلمان، اسمعي يا حكومة، اسمعي يا برلمان، اسمعي يا حكومة. انتوما قسيتونا، انتوما قسيتونا، انتوما همشتونا. اسمعي يا برلمان، اسمعي يا حكومة، اسمعي يا برلمان، اسمعي يا حكومة. تحية لباليا مجددا. وإحنا بكل صراحة نعول على مناضلينا في جميع الأقاليم والعمالات ديال المجلة. الموت ولا المجلة، الموت ولا المجلة، الموت ولا المجلة. أوليتي لانه كل تقريبا مجموعه ديال النقابات يترأسها اطباء، ما غاديش يعطيونا حقنا. ولهذا نعتمدوا على روسنا ونناضلوا على روسنا باش نجيبوا حقنا بروسنا. وتحيه نضاليه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.